الحاج كلوف. الحاج كلوف الحاج كلوف الحاج كلوف. الحاج كلوف حلقات يكتبها أحمد خير الدين ويخرجها حمودة معالي. نهاركم أبو سعيد. صباح الخير. أشني أحوالك؟ الحمد لله نشكره. ايه ظهر فيك توا قمت. ايه لا هو شنو الوقت توا؟ توا يا سيدي ماضي ساعتين غير درج. اوه هذه رحاق طارية مهمة ما يشي مقالة. ماشي يا رجل هذه كتمشي هي والشمس قد قد. تصلح التدشيش الفول. خليني نقعد. عيد انا خرجت من الدار عند الاول وتوا تقول لي ساعتين غير درج. لو كان جاي مش زايد على ساقيه ما نلقاش ساعتين في الثنية. هالمنقاله هذه يا عم الحاج تاريخيه متاع الوالد الله يرحمه واصلها متاع خال بابا ولهذا عزت عليا وما نجمش نسلم فيها. ايوه ماله هذه اصيله في العالم المنقلي. وهو في الواقع هالمنقاله عنوان على عقل مولاها. كيفاش كيفاش؟ اذا كان تلقى فيها تاخير اعرف عقل صاحبها مخر. واذا كان فيها تقديم كيف منقالتك اعرف عقل مولاها فيه شويه هروي. مر على كلامك انا عقلي على قده ما هو. انا عاد وين اعرف عليك شاور منقالتك وشاور عقلك. وانت ويني منقالتك؟ انا من يوم اللي خلقني ربي ما عملت شي منقالة. باش لا نعرف عندي لا تقديم ولا تاخير. وحاجة اخرى زادة. اشني هذه السيدة الرزنامة متاع الشهر والعام عمري ما دخلتها لداري. وعليه يا زي بربي وقت اللي نقلع منها ورقة معناها نحيت نهار من عمري وانا والحساب الحق ما نشت فيها. والله حتى هذه فلسفة ملا على هالعوينات لا تقيد امورك ولا تضبط حساباتك ولا حتى شيء. لا 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 كل شيء كل شيء في دماغي كل شيء دماغي توا بتاع 20 و30 سنة توا اقول لك علي. ما شاء الله ما شاء الله. قل لي بالله يا عم الحاج. نعم. البارح ريتك في حانوت سلهادي وانت هايض حبيت نجي ناقف حذاكم شوية وليت قلت نفسني. كيفاش؟ مش هكا تفكرت؟ عملت مليح عملت مليح. عملت مليح علي ما جيتش. علاه؟ سلهادي ما هو شوية فرصاد وخشيف في الصنعة عامل هاك الحانوت سبيسرية يبيع في الشفاء دواء. اي ما هي السلعه غاليه والانسان ماذا به دبر راسه. يا وضني حتى انا فاش كون نحدث. قل لي عاد قرينا على فرد مدب البقره عاطي والثور 11 حاجه 100 مليم ماذا بكم تبيعوها بدينا بعد اللي سروال بتاع غشير عمره 4 سنين طالب فيه 800 مليم كذا هذا مش عوج هذا. الله يعينك يا وليدي. الله يهنيك يا امي. تفضل تفضل زوز. يتفضل عندك الخير. اش حاجتك يا قل لي عندك شي تلي متاعك مين؟ لا يا امي. شنو انت ما زلت تحلم بالكمام يا اخي ولا شنو؟ علاش ليه؟ مالاش تحبني نلبس بنوار؟ وينهم الكمام يا حسرة عليهم. ماتوا مع امي الله يرحمهم. قل لي عندك شي محارم نفه؟ ايه موجودين واللي عندي ماركه بريمه خيط في خيط. ترى وريني ترى. اتفضل. اي شوف. باهي اما ما همش متاعنا هاك القضب اللي تبدا المحرمه كلوه تضرب فيها الخدمه يرجع
هذوما مخلخلين شوية. مشو مخلخلين؟ مشو مخلخلين؟ منخلين قول. ايه خمخليل ولا منخلين؟ ايه تعلم اتكلم. ما هما كيف يتغسلوا يملاو. بقديش المحرمة؟ هذيك يلا ب150 مليم. اوه يا شومي اش ثم؟ لا لا اسمع ذريني، انا هميمتك كبيرة والحال على قد، وباش ناخذ من عندك ربيعة الزينة. هذاك هو السوم يا امي، ما زدتش عليك. كيفي انا كيف غيري؟ جنهاش يا عاد، ما كذبتش كيف قلت قارين على فرد مد. اش حسك تقول يا؟ لا 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 قلت هي السلعة باهية، اما هكاك غالين شوية، حق محرمة يجيب 3 خبزات. يرحم فمك يا ابي في هالكلمة. انا ابوك. انا ابوك. انا ابوك. اما لا اجيبك ليا من وراني راك تثبت على عام اللي حفروا البحر. صحيت صحيت يا شيخ موشة، اما دي وقت اللي يطيح المشماش تولي بنت 16، باللازمة تثبت على الشيطان وقت اللي كان بخصته. يا رسول الله، الله يهديك يا عم الحاج، الله يهديك. شفت هالطبطوبة الخارف اش عامل في روحه؟ ليه والله يا ولدي يزي، وصليوا على النبي، صليوا على النبي. شو هذا عم الحاج؟ يا ملدي يا اخي، ما تحسبش والله اليوم انا حشش اليوم عم الحاج. شفتوا هالعزوزه، عزوزه الستوت، سخفت عليها واذا بها اكلتني في كيله بلازيت. هذه حتى من جهنم اش عامله في روحها؟ صلي على النبي يا عم الحاج، قايمه كيف عقربه وسو. ايش مدخلك فيا؟ نشريها غاليه ولا رخيصه يا اخي؟ مش تحل صورتك وتشريها لي انت؟ نشري لك كفن. اوه فجاه فجاه مره كبيره مسكينه. شوف اشريها لهك القرقوره مرتك وجهها ام الصبيه. والله يا عم الحاج حتى انت الله يهديك، انا نبيع ونشري انا وياها، وانت ايش مدخلك؟ هذا راهو عيب، عيب عليك. ايه ودي زاد احرقك عليها الحليب ولا على خاطر باش تبلحتها؟ بلحات ان شاء الله يبلحتك يا زيامي. شوف شو ما قال حيه، يقول لي عزوزة يعزز كربك ان شاء الله، عزوزة ركبتك انا. اي يا امي ما تخوش عليه، ما تخوش عليه، محسوب وليدك. الوادي كر ان شاء الله يكون العقل منك. اي اقصد ربي خير المؤمن قلبه صافي. مليح مليح، يحرز لك الرجال اللي وقفوا لك، ولا تشوف نسيش تعمل. صلي على النبي عاد. اي يا سيدي من فضلكم، من فضلكم يبارك فيكم، افرقوا علينا الحظبة هذه. يا اخي شنو اللي ثم هذا؟ ما ثم حتى شيء. افرقوا علينا الحظبة برا يا سيدي، ابعدوا انتم اللي. انا بسير. افرقوا علينا الحظبة. اشنو اللي تفرجوا فيه؟ ما ثم شيء. اش ثم؟ مو لاباس. لا لاباس يا سيدي لاباس. والله جاي من بعيد يا اخي، ريت الحظبة تفجعت، حسبت الحانوت تسرقت ولا طاحت. اي ما زعمكم في اخذتها، ما جاء البالك الا السرقه والطيح. ايش هالعباد والعياذ بالله. كي سيادتك ريت حظبه، ما نويتش الناس تشري ولا. وانت خليت شكون يبيع ولا يشري يا عم الحاج؟ حتى دي زاد وجه بيع وشرى. قالوا اشني صنعتك يا عم الجمل؟ قالوا نخدم حريري. قالوا ظهر على يديك وسقيك، محرمه منخله تلليري كما يقولوها، ما رضاش يصفي بها البوزه. قال لها ب150 مليم. هو انت وحانوتك لو كان مني يدلل عليك في هالسوق ما تسواش 150 مليم. لعنك الله على الشيطان. شبيك هايب يا اخي، اليوم حش زاده ولا شيء؟ ايوه هاوجه هاوجه والله. عاد 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 الله يرضي، هاك ظهرت ابرك من غيرك. لا علي ما تسمي عليك هوني بالسوق اللي مغلاوي واخلاقك فاسده وغشاش، هاك عاد وليت دي صليو على طرفك قدام. وقال الهدرة ما نعرفش عليه، كل حد كفاه على مولاه، والمجرم تهمزوا مرافقه. قل لي شكون اللي قال الهدرة اللي ما يحشمش خلينا نتفاهم معاها؟ يا سيدي هادي، يا سيدي هادي بالله يصلي على النبي، وبدر هالساعة بساعة أخرى. تو ما تعرفش هالمخلوق هذايا ما يعمل كيف وشيخ إلا كيف يخلوضها. إيه تراه دين وقلة الدين، هالعباد ما ريت فيهم إلا السكاكن بوجهي والتقطيع والتوزيع. عجيب هكا ما هو. عم الحاج هيجا حذايا في الحانوت وبدل هالساعة بساعة أخرى. سيبني. لا 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 والله ما نجيها حذاك، خليني نروح لداري.
اش فيها الوجوه مرة ما ثم الا الحسد والبغض والمدانة. لا لازم ليه حيجة حذا يرتاح شوية ومن بعد تو نروحو جميع. هاي مليحة سيدي، هاني مشيت معك. اكل لي عليك، حربتها ومشيت. هاي اش مازلت تحب عندي يا اخي؟ بيناتنا حرثة ولا ورثة؟ اي والمسرة اللي قلتك عليها ما في علمكش بها؟ ايه على جوابك الطيب نختاره لك فيالي. برا لوج غافل يزي بلا دروشة ملا راحة. الله لا يجعلك عطيت تموت وتخليهم بعدك يا جيفة. اللي يقولوا يدبرها واعملها اكلي تعيش معاك. لا 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 قولي الحق عندكم الاسواق الحق. اذا كان ريت صاحبك خير عبد الحاج سير خير. شهيد صبر بلا شهيد مجد بركان عند صابت خير صادق اكلت عبد الحاج سبحة بيده وهو صبت ومخدمة مربوط عاشر والعباد يقول لك يا ستكلم عاد قلت لك يا سيدي الله يهديهم حسير الخير. والله ما عاد نعرف اش نقول شي حول ريقي. اذا كان ريت واحد عم باع بيعه بالقدا اعرف جاره وراه ما راهش ما شافوش. هاي اقعد وارتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ريض روحك. ايه وليدي رياضة الهم بالله خليني رياضة الهم. اقعد ارتاح. شكون يخليك تريض ولا ترتاح؟ انت شبيك مع العربي؟ ما بيا شيء، اما الراجل كيما يقولوها بات ليله مع الجيران اصبح يقرقر. كان حجام على رويحته لبس عليه يصور فيه مصيرفه وربي يبقى عليه الستر. ايه وخينه ضربته نعره واذا به مرض بدا تجاره والفخف خلف فارغه وضرب سكر الحانوت ودار بنسيبته مو عندها زويز احوانت كانت تتمعش منها. هي. يضرب يبيعهم وجاء عاد الهوني والسوق عاد باش يفسد ويدخلها قعباجي برشا هكا الناس يدخل لصنعة غير صنعة ويجي يخدم في سايدي. بعد عويم وكلات السرمية بعضها هو قعد يبيع في الريح للمراكب ودار بيان عاد باش نسلفه 200 دينار على زعمه باش يحل بيهم جوانحه. وكيف قلت له الله غالب ما عندي منين نسلفك حطني في الحنديرة وولد له منيش ناس ملاح. ها شفت شفت هالعقار. الله يهديه يا عم الحاج. والله يا عم الحاج نصحته من نهار الاول وقلت له يا فلان قيلك هنا احنا في هالسوق ابن على الجد والاحوال مرة هكا ومرة هكا والانسان لو كان ما وش يعرف كيفاش يسير ولا خيبه المسعى يحبني نعطيه 200 دينار باش يكمل يتخلع بيهم فيها صيفيه كما تخلع بفليسات العزوزه نسيبته ومن بعد نحفر عند ساقيه. ايوه حتى هو مع شكون جاء يحب يحبو تحت من يمرد. انا شكون هذاك سي محمود؟ يا سي محمود يا سي محمود يا سي محمود نجاولك ياسي محمود. سي محمود انا هو انت عم الحاج؟ اي والله نيه صافيه انا توا وانت في بالي سالت عليك في الدار. يا اخي قالوا لي جيت للمدينه. اي زوج تفضل محل محلنا راهو. اي تفضل تفضل. احسنت سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل تفضل. بارك الله فيك يا سيدي. لا لا في الحقيقه باش نمشي. اي يا عم الحاج مكش هابط للربط؟ لا 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 اقعد مازال بكري عندنا ما نتحثوا شوية راهو. اقعد ما يسالش سي جيلاني ما هوش براني راهو. سيدي الله يبارك. بسم الله. الله عليك يقعد مقابلني. لا 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 قوم قعد مقابلني. الله يبارك. يجي من هوني يجي من هاي. الله يبارك. شنو الاحوال ما هو لاباس؟ الحمد لله. توا عاد كبر راسك علينا ما عادش تشوفنا. علاه؟ من وقت اللي عملت موبيل نسيتنا ونسيت كل شيء. لبست الكتان ونسيت مكة. عدو يجي هكا التموبيل تنسي الإنسان في أحبابه. ماله ما والله يعمل حاج الأشغال كما تعرف ما هو ياسر وفي الغالب نكون في الهنشير. لكل حال مبروكة إن شاء الله مبروكة. ما هو لازم نعملوا فيها مشي للهنشير. اي ماله ونعدي وشيخة إن شاء الله يعمل حاج هذا من غير ما تقول. قولي
يا اخي تسوق وحدك ولا عملت شيفور؟ توا ساعة عملت شيفور، ريث ما نتعلم وناخذ البروفي وكل وقت ماني نولي نسوق وحدي. بالله يعمل حاسة محني لحظة، الولد معايا خليته البرة يستنى فيا، خليني نعيط له. تفضل تفضل تفضل، جيبه جيبه معك جيبه. يا عمر، هذا سي محمود حبيبي. اي وجلين عليكم به. اوه ناس مليح، انا ندكك عليه بالعهني. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. زوز زوز اقعد تفضل. انا تو نمشيو. اقعد اقعد. هو هذا الشبيب اللي معاك؟ الله يحكم فيك. لا لا باس الحمد لله. دي ما زلت حي. ما طول شنو سي الحاج؟ ياك طلعت معرفة مع عمر. شنو معرفة؟ شنو نعرفه كان تحب؟ هذا يا سيدي كل مرة نشوف سيدنا عزرائيل قدامي. كيفاش؟ هذا يا سيدي عميرة، لو كان ما هوش ألطاف ربي وإلا رانا توا في قالب حيرة. كيفاش عمل حاجة؟ هذا سيدي عميرة بتاعك يا سيدي. شبيه؟ تبا نهار مروح بينا من حلق الواد. ايه؟ ويشبد في المياوش، وانا اقول له يا ولدي نقص امشي بالشويه، وهو سيدي ما هوش هوني يعاند في كرهب امريكان ماشي قدامه. ايه ما فطنا برواحنا الا مشق بينه وبينه وبين البحر خطوه. شنو يا عاد؟ ما هم الفرينوات وقت على قدهم، وثنيه كانت زلق. جيتنا اخو في الدوره تقلبت بينا، ما نخرجنا سلامات عاد عم الحاج. ايه لو كانك ماشي بالشويه رانا لا تقلبنا ولا تشقلبنا. اما انت بهك الخرده وحاسب نفسك عندك طنك ولا طياره؟ لا وليدي، القسم على الله، القسم على الله، باللازمه باللازمه ما عاد نركب معاك لو كان يحطوا لي وزن يذهب. ايوه صار سيادتك حاطط راسك في كفك وتدل عليها. لا يا سيدي الله يسمعنا على بعضنا الخير. انا في الحقيقه ما زلت حاجتي بروحي، لو صغيري اللي قلق من عمره برا خدم معاه واسمح. صار هو هذا الشفور اللي خدم فيها؟ ايه هذا هو، جاب ربي وقفتني يا عم الحاج. اش مش اقول، كان ما عاش حاجتك بروحك خليه عندك. لا يا سيدي او تو نحاسبه وربي سمعنا على بعضنا الخير. تو لقيت ما تعمل، قطعت لنا خبزتنا، مش حرام عليك هذا عم الحاج؟ يا بربي يا ما اخف الحرام، انا اللي قطعت لك خبزتك ولا انت اللي باش تقطع له رقبته؟ ماله الراجل بواولاد، ما انت يا زلاط براسك عاش مكسب مات ما خلى، ما هو الحق. انا مشيت وما حاجتيش بالا اربع صور دي اللي باش تعطيهم لي، خليهم عندك يخلف على ذراعي وصنعتي في يدي. صنايعي الحق الحق، انت حتى كريتها ما تعرفش تسوقها، اللي حمم وجهه يولي لي حد برا موت وحدك. غدا تقوم، قوم سي محمود، قوم دبر لك واحد، عندي واحد الرخص والصنعة. قوم يا سحاج ما قوم. لا لا قوم توا 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 نجيبه، توا نجيبه بالبونتو على الحاج كلوف. بقلم أحمد خير الدين وإخراج حمودة معالي.